الأصحاح الحادي والعشرون. وظهر يسوع لتلاميذه مرة أخرى على شاطئ بحيرة طبرية، وكان ذلك حين اجتمع سمعان بطرس وتوما الملقب بالتوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدي وتلميذان آخران من تلاميذ يسوع. فقال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب للصيد. فقالوا له: ونحن نذهب معك. فخرجوا وركبوا القارب، ولكنهم في تلك الليلة ما أمسكوا شيئا من السمك. وفي الصباح وقف يسوع على الشاطئ، فما عرف التلاميذ أنه يسوع. فقال لهم: أيها الشبان، أمعكم شيء يؤكل؟ فأجابوه: لا. قال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين القارب تجدوا سمكا. فألقوا الشبكة وما قدروا أن يخرجوها لكثرة ما فيها من السمك. فقال التلميذ الذي كان يحبه يسوع لبطرس: هذا هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس قوله هذا هو الرب لبس ثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في الماء. وجاء التلاميذ الآخرون بالقارب يجرون الشبكة بما فيها من السمك، وكانوا لا يبعدون إلا 200 ذراع عن البر. فلما نزلوا إلى البر رأوا جمرا عليه سمك وخبزا. فقال لهم يسوع: هاتوا من السمك الذي أمسكتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى القارب وجذب الشبكة إلى البر، وكانت امتلأت 153 سمكة كبيرة من دون أن تتمزق مع هذا العدد الكثير. فقال لهم يسوع: تعالوا كلوا. وما جرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت، لأنهم عرفوا أنه الرب. ودنا يسوع فأخذ الخبز وناولهم، وكذلك ناولهم من السمك. هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وبعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ فأجاب: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي. وسأله مرة ثانية: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟ فأجاب: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي. وسأله مرة ثالثة: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع سأله مرة ثالثة: أتحبني؟ فقال: يا رب، أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، كنت وأنت شاب تشد حزامك بيديك وتذهب إلى حيث تريد، فإذا صرت شيخا مددت يديك وشد غيرك لك حزامك وأخذك إلى حيث لا تريد. بهذا الكلام أشار يسوع إلى الميتة التي سيموتها بطرس فيمجد بها الله، ثم قال له: اتبعني. والتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يحبه يسوع يمشي خلفهما، وهو الذي مال على صدر يسوع وقت العشاء وقال له: يا سيد، من الذي سيسلمك؟ فلما رآه بطرس قال ليسوع: يا رب، وهذا ما هو مصيره؟ فأجابه يسوع: لو شئت أن يبقى إلى أن أجيء فماذا يعني؟ اتبعني أنت. فشاع بين الإخوة أن هذا التلميذ لا يموت، مع أن يسوع ما قال لبطرس إنه لا يموت، بل قال له: لو شئت أن يبقى إلى أن أجيء فماذا يعنيك؟ وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدونها، ونحن نعرف أن شهادته صادقة. وهناك أمور كثيرة عملها يسوع، لو كتبها أحد بالتفصيل لضاق العالم كله على ما أظن بالكتب التي تحتويها.